وبأولى فقراتنا الصباحية حنروح للمساحة الطبية ونحكي عن الأورام اللي هي مصنوعة من خلينا نقول الأنسجة العضلية. ممكن تتشكل هي الأورام داخل الرحم بشكل منفرد أو ممكن تتشكل ضمن مجموعات، ولكن لسوء الحظ هي الأورام بتسبب نقص أو انخفاض في الخصوبة عند المرأة وحتى بفرص الحمل. يا ليلى. تماما يا رشا، واليوم ضمن محطتنا رح نتعرف على الأورام الليفية وكيفية تأثيرها على الحمل، وأيضا شو هي طرق العلاج وشو هي الأعراض اللي ممكن تأثر أو ترافق هذا الشيء، مع ضيفنا اللي صار معنا من الاستوديو الدكتور هيثم عباسي، اختصاصي أمراض النساء وجراحتها ومعالجة العقم. يسعد صباحك دكتور. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير للجميع. ألف مبروك للنجاح وفرصة ثانية إن شاء الله لأهلي تقدموا مرة ثانية. أهلا وسهلا دكتور. بداية خلينا نعرف بشكل طبي شو هي الأورام الليفية وكيف ممكن يكون أشكالها داخل الرحم. الورم الليفي هو عبارة عن نسيج عضلي دهني فيبرو أدينوما، لكن أخذت كاسم ورم وكثير الناس تنظر للاسم هذا بيخافوا. هو التسمية هو عبارة عن حجم كبر غير منتظم فشكل هالكتلة هي اسمها ورم ليفي. هالورم الليفي هو يتموضع في ضمن الرحم بعدة مناطق، تحت المخاطية، ضمن العضلية، تحت المصلية، وأحيانا بيكون على سويقة خارج الرحم. طبعا هذا التموضع له تأثيرات مختلفة حسب مكان التموضع التشريحي في الرحم وحسب تأثير هذا التموضع إما على العقم بشكل كامل وأما على إسقاطات أو إنهاء الحمل بشكل مبكر. تمام دكتور. اليوم احيانا بيكون يمكن في وجود حمل وبيكتشف وجود هي الاورام الليفيه، او ممكن بعد الحمل، او ممكن هي تكون موجوده مثل ما ذكرت حضرتك انه قبل وبعدين تكتشف. خلينا نوضح هي الصوره اكثر. هلا نحن اول شيء خلينا نحدد المشكله الاولى. المشكله الاولى اذا كان تموضع الورم الليفي تحت المخاطيه في بطانه الرحم، فاعراضه السريه هي النزف اما خلال الدورة الشهرية أو ما بين الدورة الشهرية والدورة الشهرية، يعني بين الطمس والطمس يصير عملية نزف، وهذا من أخطر الأورام الليفية اللي بيؤدي لسوء عملية الهرمونات في الرحم وسوء تموضع الجنين وسوء انتظام الدورة الشهرية. بيجي الأقل سوءا منه هو التموضع ضمن العضلية الرحمية، يعني ضمن جدار الرحم العضلي يكبر ويأخذ أحجام مختلفة، لكن تموضعه إذا كان في قرني الرحم يعني بالمنطقة الخلالية هذا من خطورة جدا، بيؤدي لانسدادات وعدم إمكانيات الإنجاب. التموضع الثالث هو الأقل ضررا وهو التموضع تحت المصلية، يعني تقريبا نقدر نقول تحت قشر الرحم، هذا بينمو خارج الرحم. في الموضع الثالث وهو الموضع الموجود بيكون هو على سويقة، يعني في سويقة طالعة من الرحم ويكون هو موجود خارج. تأثيره على الحمل، المشكلة إنه تأثيراته على الحمل مختلفة. كل ما نمى الحمل ما اضطرابات فرح تتطور الهرمونات الأنثوية عند المرأة أكثر، فبيزداد حجم الورم الليفي. طبعا قليلة الحظ المرأة إذا بتكون صار في استحالة ورم بالليفي، استحالة حمراء، يعني الورم الليفي كبر مع حجم الجنين بأحجام كبيرة، فبصير النواة للورم الليفي فيها تنخر وبصير فيها تجمع سائل دموي أحمر بسميه إحنا الاستحالة الحمراء، وهون بجوز يؤدي لإنهاء الحمل أو مثلا فوت نتدخل بهذه اللحظة ويؤدي إلى نزوفات وانتهاء الحمل والرحم لا سمح الله. طيب حكيم، قبل ما نصل نحن لهي المرحلة من الخطورة والمضاعفات، هل اليوم الصبية قادرة أنه تلمس بعض الأعراض من خلال الجسم أنه عندها أورام ليفية أو هي بحاجة لكشف دوري؟ هلا نحن في تنبيهات ممكن تنتبه لها؟ هلا أول شيء نحن بشكل عام، أول شيء خلينا نقول نحن ما يزيد من حجم الورم الليفي، ما هو الذي يزيد؟ هل يزيد هو زيادة هرمونات الاستروجين، يعني هو له ميزة خاصة مباشرة مع الاستروجين، فزيادة الاستروجين عند الفتاة إما بمنظمات الدورة أو بمحسنات الدورة الطمسي كذا ممكن أن تزيد في حجم الرحم الورم الليفي. هذا واحد. اثنين، الشعور بأثر الورم الليفي يجب أن يترافق بعرض سريري، يعني طول ما هو بأحجام صغيرة ما في حاجة هي. فالكشف صامت. الكشف المبكر هو عندما يبدأ بشكل دوري فحص لهذه الفتاة، يعني كل 6 شهور كل 7 شهور فحص، مراقبتها لذاتها هي للدورة الشهرية. كيفية الدورة الشهرية، هل يوجد بها ألم؟ لا يوجد بها ألم، يزداد الألم طردا، نوع الطمس بين هلالين نوع الطمس
إذا كان الطمس، نحن تعريف الطمس يعني الدم الطمسي للمرأة هو دم عاتم لزج مخاطي لا يوجد به خسارات دموية. إذا صار في عندنا خسارات دموية يعني في قطع خسارات دموية عم تطلع، فمعناتها نحن هون في طمس وفي نزف طمسي، معناتها هون لا قدر الله إما عندها مشكلة بالبطانة أو ورم الليفي بجوز يكون متوضع تحت البطانة فأدى لنزوف رح دموية مع الدورة الشهرية. هلأ أما بشكل عام إذا ظهرت الأعراض الثقل، ألم في أسفل الظهر، عرج، سلس بول، معناتها بلش ياخذ الورم الليفي أحجام كبيرة. فهون صار تأثيره على الناحية الموجود فيها على أي عصب هو ارتكز. هذا بشكل عام. يعني بداياته ما بيكون الأعراض ظاهرة دكتور؟ لا لا. تمام، خلينا نرجع شوي دكتور ونحكي عن الأسباب الأساسية والعوامل اللي بتسبب هاي الأورام. هلأ هو إحنا أهم شيء هو العامل الأساسي هو هرموني، هو بجوز تكون النويات موجودة ضمن جدار الرحم أو تحت البطانة أو أين كان موجودة هي مع ولادة الفتاة. عدة نظريات مختلفة ما عدرت تثبت بشكل حقيقي، فنحن رح ما ندخل بالنظريات، رح نقول إنه النويات موجودين 2 3 10 15 ما بنعرف. أسلوب الحياة الغذائي، أسلوب الحياة الغذائي، نحن أسلوب الحياة الغذائي إذا كان يعتمد على الهرمونات أو على الأصباغ الموجودة أو المعلبات بشكل كثير أو الفاست فود، فهذا بيعطيني أنا هرمونات خارجية للجسم زيادة عن اللزوم. الهرمونات الزيادة عن اللزوم بجوز تكون هي مفتاح إطلاق نمو أكثر من اللازم للورم الليفي. الموضوع الثاني هو الاضطرابات الطمسية والاستخدامات الغير صحيحة لمنظمات الدورة الطمسية أو موانع الحمل. كمان بإمكانه أن يكون هو أحد الأسباب التي تزيد من نمو هذا الورم الليفي. موضوع الأخير وهو نوع الحياة، يعني الفتاة مثلا ما صار عندها حمل في فترات بين 18-20-25 أو 35، فبصير هون الورم الليفي يزداد أكثر فأكثر. فكمان تأثيرات الحمل، إذا صار في حمل وصار في الحمل بشكل هالجهاز انتظم بعمله بيخفف من عملية كبر وتواجد الورم. طيب خلينا حكيم نروح لخطة العلاج. اليوم وقت الصبية بتجي لعند حضرتك وبيتم التشخيص عن طريق الإيكو بوجود هاد الأورام اللي في داخل الرحم، اليوم شو هي الإجراءات الطبية المتخذة من قبل حضرتك؟ هلأ نحن بشكل عام الخطة البيانية لأي ورم ليفي، أول شيء المراقبة الدورية، ويكتشف أحيانا بالصدفة تكون المريضة جاية مثلا عندها التهابات بولية تناسلية، نحط جهاز الإيكو بيظهر معنا ورم ليفي مثلا على القرن الأيمن على القرن الأيسر في جدار الرحم. نحن ما عم نحكي على الأورام اللي فيها ذو العرض السريري، يعني اللي ما له عرض سريري. فبمجرد احنا اكتشفنا الموضوع هذا وقررنا الحجم تبعه مثلا 2 سم 3 سم 7 سم 10 سم 15 سم بوصل أحيانا، معناتها المريضة هون كل ما كبر الحجم هي مهملة بحق نفسها. يعني الوحدة بس صار تجاوز 6 سم 7 سم وما اكتشفته هي بأعراض سرية فهي مهملة بحطها، أو عن توعز الموضوع مثلا مثل ما بيجينا غالبية المرضى أنه معي كولون، عندي نفخة، عندي إمساك، ما عندي ممكن أطلع على تواليت، عندي شوية سلس، وتتجه الاتجاهات الغير صحيحة إما عن طبيب بولية أو طبيب هضمية. للأسف شديد أحيانا بجوز ما في إمكانيات تكون إيكو عندهم، فبجوز يفوتوا فرصة على المريضة بهالقصة هاي. فلحنا بهالحالة هاي لحنا وقت بنكتشف الورم الليفي في عدة أشكال المتابعة. واحد لحنا أول شيء بنوقف الهرمونات التي تزيد من إمكانياته، اثنين بنحدد نوع الأكل ومستوى، نحدد مكان تموضعه، في بعض الأدوية تساعد على أن نعمل له إنكابسوليشن يعني يصير له كبسولة قاسية ويضمر شوي صغير لكن لا ينتهي، ما بينتهي بالأدوية، ما بينتهي لا. في علاجات جديدة كمان إذا كان هو بمستوى 2-3 سنتي مو أكثر من هيك، وهو تصميم الأوعية المغذية له عن طريق الشعاع، ندخل بشعاع توجيه شعاعي، بنحط مادة مخسرة بنسد الأوعية الدموية الموجودة في تغذيته، فبصير يضمر ويتلاشى الورم الليفي. أما إذا كان بحجم كبير ما فينا نسوي لك شيء. الموضوع الأخير هو إذا ما لا مشي هذا ولا تمشي قدامنا جراحة، ندخل بأعمال جراحية استئصال ورم ليفي محافظ، يعني نستأصل الأورام الليفية ونبقي على سلامة الرحم قدر الاستطاعة. هذا إمكانيات جراحة فتح. دكتور تنظير فتح بطن، في جراحة تنظيرية وفي جراحة بطنية. أيمت اليوم ممكن الدكتور يعني يروح للتنظير إذا كان الحجم صغير؟ الجراحة التنظيرية حاليا باستئصال الأورام اللي فيه هي جيدة وما جيدة، من السهل الممتنع بيكون التجهيزات المشفى مطلقة، إنه بحيث إذا صار لا سمح الله نزف تتحول الجراحة التنظيرية من جراحة تنظيرية لجراحة مفتوحة. طبعا الجراحة التنظيرية إذا كان الأورام اللي فيه محدودة الحجم
وقليلة التروية ممكن نسويها بالشراحة التنظيرية وأسهل وأفضل للمريضة. أما إذا كانت ترويتها عالية وأحجام كبيرة ممكن أن يكون يحدث معنا نزف رحمي ونضطر نتدخل بسرعة رهيبة لاستئصال الورم والرحم. مشان هيك الطبيب الجراح هون بده يحدد هو الطريقة اللي بده يلجأ لها، ما عن طريق التنظير أما عن طريق الاستئصال بشكل جراحي مفتوحة. طيب دكتور، شو هو حجم الورم الليفي الطبيعي اللي نحن اليوم فينا نقول انه هو ما له خطير او يمكن ما يحتاج لجراحه كبيره، او اذا تمت الجراحه يمكن ما تحتاجه لاستئصال الرحم؟ هلا احنا اول شيء حجم الورم الليفي ان كان صغير او كبير هو خارج الحدود الطبيعيه، مجرد ورم ليفي معناته هو خارج الحدود الطبيعيه. تموضعه هو اللي بيحسق، يعني نحن قلت لك هلا اذا كان متموضع تحت المخاطيه إن كان 2 سنتي أو نص سنتي بجوز سبب نزف، فالدخول عليه هون بده يكون جراح كتير جيد حتى يستطيع أن يرقي، يعني يقدر يعمل إعادة بنية المخاطية للرحم، لأنه إذا تأذت مخاطية الرحم فقد الرحم 70% من عمله وسيلة التصاقات رحمية داخل باطن الرحم، داخل باطن الرحم. أما إذا كان الطبقة العضلية منفوت بهدوء منشيله بيطلع مثل كتلة الطابة البينج بونج، بيطلع ونسحبه بأحجام مختلفة والبحث عليه. طبعا نحن هون عم نحكي بشكل يعني مبسط يعني بسهولة بلاقيه، لكن هو من الصعوبة لأنه أنت عم تدخلي على جهاز، هالجهاز ما بدك تخربيه، بدك تشيلي منه الآفة وترجعي ترقي الجهاز ليعمل مرة ثانية. طيب دكتور، نحن بنعرف انه هو اورام خلينا نقول حميده، هل ممكن تتطور القصة او يصير تداخلاته يتحول لشيء خبيث بالايام؟ الورم الليفي العضلي بشكل عام لا يتحول لورم خبيث. التحول الوحيد الذي يحدث هو خلال فترة الحمل إذا نما لحجم كبير مع تنمو الجنين، النواة تبعه تتنخر يعني يصير فيها التهاب، ترويتها بتسوء، بصير في عندنا تحول مخاطية حمراء. هذا التحول الوحيد، أما من النادر جدا أن يتحول ورم ليفي لورم خبيث. طب دكتور، في حال اكتشافه بعد او ضمن فتره الحمل اليوم، شو هي تاثيراته على الام وايضا على الجنين، ومراحل العلاج كيف ممكن تكون؟ هلا احنا خلال فتره الحمل اذا كان في ورم ليفي يتراقب نمو الحمل ونمو الورم الليفي حتى لا يحدث الاستحاله الحمراء، لكن لا نستطيع التدخل عليه الا من النادر جدا جدا خلال فتره الحمل، لانه ترويه الرحم بتكون عاليه جدا جدا فبصير نزوف هائله وتاذي الام. اما في خلال الولاده وتكون في اورام ليفيه تؤدي لسوء تطابق المحاور، يعني الولاده الطبيعيه بتصير من الصعب جدا لانه هو بده ياخذ حيز معين فلا يستطيع الجنين ان ياخذ المحور الصحيح لولاده للخروج من الرحم، فبنلجا ساعتها للقيصريه، لكن من الخطا جدا جدا ان نتدخل على الورم الليفي ضمن الرحم، وهذا من جهل الطبيب بده يكون، لانه الورم الليفي بعد الولاده احنا بنعرف انه حجم الرحم او جوف الرحم يقيس قبل الولاده قبل الحمل ل 7 ميلي 8 ميلي، خلال فتره الحمل يصل محتوى حتى تقريبا 4 ل 5 ل 6 لتر محتوى الرحم، خلال 8 اسابيع سبحان تعالى يعود هذا الرحم يتقبض ليعود لحجمه الطبيعي، وفي المقابل الورم اللي فيه يتقبض معه، فيفضل انه بعد ما 6 اشهر الى سنه من الولاده نتدخل ساعتها بدل ما نشيل ورم ليفي او نشيل الرحم بحجم 10-12 سنتي نشيله بسنتين او سنتي ونص وبس. طيب دكتور، في حالات اليوم بعد حتى لو كان في تدخل جراحي وازاله هي الاورام من جدار الرحم، بعد فتره ممكن تروح الصبيه تلاقي انه في تشكل جديد للليف؟ طبعا نحن بنشوف، نحن بنشيل الاورام اللي فيها بنشيل الاورام المنظوره لنا، يعني من نص سنتي سنتي 3 سنتي 4 سنتي، بس في نوايات بتكون اصغر من حبه العدسه الموجوده ضمن الجسم هذا. يعني احيانا نحن خلال العمليه بنشيل 15-16 نويه، وبالاخير بعد سنه سنتين بترجع المريضه بتلاقي الرحم رد مليء مره ثانيه بالنويات اللي فيها. يعني للاسف الشديد احيانا نضطر ساعتها لاستئصال الرحم اذا ترافق باعراض سريه مؤذيه للفتاه. تمام. طيب دكتور، اليوم في اعمار معينه للسيدات فينا نقول انه هدول هن الاكثر عرضه للاورام الليفيه؟ اكثر الاعمار اللي تصيب هي مرحله بين ال 30 وال 40 سنه. بعد ما يخلص سن الضهي بصير تتراجع الاورام الليفيه بالحجم مع تراجع نمو الرحم، لانه الهرمونات تنخفض ويختلف مستوى الهرمونات المحور المؤدي لنموه.
فنحن هي تقريبا للاسف الشديد المنطقه التي يكون فيها اكثر شيء الاورام فيه ديتارودني، يعني هي المركه مرحله الانجاب، خاصه بالمرحله المتاخره يعني بعد 30 سنه بلش تظهر الاعراض بشكل كبير. شايف ننصح الفتيات انه بسرعه يجيبوا اطفال، يتزوجوا ويجيبوا اطفال. دائما نسمع هاي انه فورا جيبي طفل قبل ما تصلي ل، يعني انا ضد فكره اذا وحده متزوجه تقول بدي اقعد سنه وسنتين وثلاثه، او تيجي مثلا بتنهي حاله اسقاط، هذا غلط. طيب دكتور، اليوم بعض الحالات ممكن تصل للعقم بسبب الاورام اللي في داخل جدار الرحم. طبعا نحن الاورام اللي فيه اذا كانت متوضعه بالقرني الرحم بالمنطقه الخلاليه فهي بالحاجه هي بتسد عمليه البوق، ما عاد في نفوذ للبوق. والمنطقه الخلاليه في الرحم هي اعلى منطقه ترويه في الرحم، يعني انت اذا دخلتي فيها باي جراحه راح الرحم. فللاسف شيء واحد. اثنين، اذا كان تحت المقاطيه حتى لو ما نازفه يمنع من شو، من تعشيش الرحم به الجنين. المقاطيه تكون ضعيفه وهشه وديسي عمليه انغراس الجسم التوتي بالرحم، ما بتقدر، بصير سقوط للرحم منه الجنين. اكيد دكتور بدنا نتشكرك، نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتها، واكيد بدنا نتمنى السلامه للجميع. شكرا لحضورك. شكرا دكتور لحضورك اليوم، ويومك حلو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ونتمنى السلامه للجميع. امين، وان تكون جميع الامهات سعيدات بعيده عن المرض. اهلا وسهلا فيكم. امين.